مراحل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ساعتها مفاجئ نعود مقيم في فرنسا مدة سنة 2000 بمدينة أورليان بالضبط. قد رسالة استبناء ملاك نزار وليد. سي سعيد يعني في الاونه الاخيره يعني كانت عندك مجموعه من المساهمات، انت تذكر حاليا في فرنسا، واش المساهمات ديالك والعمل الجماعي تقتصر غير في فرنسا ام حتى في المغرب؟ بالنسبه لفرنسا كنت فاعل جمعوي ومازال فاعل جمعوي في فرنسا، مازال كنت مساعد الاخوان تما في فرنسا، كنت عامل معاهم حتى مع النصارى تما، حتى مع الفرنسيين والناس الغرباء على فرنسا، يعني كنت عامل معاهم كفاعل جمعوي. بحال اللي كندير هنا في المغرب كندير عاوتاني في فرنسا، يعني فاعل جمعوي في المغرب وفرنسا. فاعل جمعوي كيربطنا بين الفاعل الجمعوي في فرنسا وفي المغرب. سي سعيد يعني المساهمات ديالك، تحدد لنا عن المساهمات ديالك بخصوص النقل المضرب يعني خارج اقليم قنيطرة. بالنسبة لخارج اقليم قنيطرة انني ساهمت في جلب حوالي 48 حافلة كبار ديبيس كبار وكذلك ريميني بيس صغار في مدينة اقليم سيدي قاسم، ومجموعة من الأقاليم الأخرى كأقليم برشيد اللي وصلنا مع واحد عدد كبير ديال الحافلات، والمناطق المجاورة ديال إقليم برشيد كحد السوالم سيدي رحال كاع النواحي ديال إقليم سيدي قاسم عفوا برشيد سيدي قاسم كذلك. وبالنسبة لإقليم قنيطرة فهناك مجموعة من الشراكات إن شاء الله اللي شراكات مستقبلية مع المجالس المحلية للإقليم، منها جامعة بن منصور. بهذه المناسبة كنوجه الشكر لسماحة مدرباس اللي فتح لنا يديه لمجموعة من الشراكات، منها لجلب حافلات ديال الإخوان المدرسي إن شاء الله اللي غادي يكونوا في أقرب وقت في جامعة بن منصور، اللي كنتسناو غير البروسيدير تكال وغادي إن شاء الله يلتحقوا بالإقليم، عفوا بالجامعة. كذلك بجامعة المناصرة سبق لنا أن جبنا حافلة ديال الإخوان المدرسي اللي كيستافدونا مجموعة من التلاميذ. كذلك بسيدي علي التازي ثلاثة حافلات، حافلة كبيرة وجوج حافلات صغار. إن شاء الله غيكون حافلات إن شاء الله بمجموعة من الجامعات كجامعة المغرب، جامعة ولاد سلامة، جامعة السيد الطيبي، كنشكر كذلك السيد الرئيس محمد المولي اللي تاهو فتح لنا يديه. إن شاء الله غتكون واحد الشراكة مع الجمعية الجهوية. هكذا غادي نتمو كلينا اننا نجيبو مجموعة من الحافلات يستافدو منهم التلاميذ والطلبة ديال الإقليم القنيطرة بالخصوص. إن شاء الله. سي سعيد شنو هي الجمعيات اللي ساهمتي في التأسيس ديالها؟ جوج ديال الجمعيات، كاين الجمعية ديال النقل المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة بن منصور اللي أسسها عبد ربي، كذلك الجمعية ديال كرة القدم بن منصور كنا درنا على أساس أننا نشاركوا في العصبة، ساعات كاين ظروف لأن الظروف ما ساعدتش أننا ندخل العصبة. وكذلك إن شاء الله الآن كاينة واحد الفكرة لتأسيس واحد الجمعية أخرى ديال تاع كرة القدم مع مجموعة من الفاعلين الجمعويين بن منصور، على أساس أننا ندخلوا العصبة إن شاء الله السنة المقبلة أو السنة من بعدها. كاين بروجي آخر اللي هو بروجي ديال الطلبة، نقل مدرسي، نقل عفوا الطلبة الجامعي اللي غادي يربط ما بين جامعة بن منصور وجامعة بن طوفيل. صغير غادي يكون من الانطلاق على مجموعة ديال الجامعات، جامعة بن منصور سيدي محمد بن منصور وجامعة المناصرة وصولا إلى جامعة بن طوفيل. كذلك إن شاء الله واحد الشراكة غتكون ما بيننا وسيدي علي التازي الجمعية اللي كتشرف على ذلك على المدرسي في إطار الدعم للنقل الجامعي اللي غادي يكون إن شاء الله هو أول بديلة في إقليم قنيطرة اللي غادي يربط ما بين سيدي علي التازي المغرم وولاد سلامة وصولا إلى ولاد طوفيل، يعني غيكونوا جوج الخطوط. وكاين أفكار أخرى اللي هي
دعم الاخر المدرسي بمجموعه من الجامعات اخرى كجامعه سيدي محمد الحمار، وبالمشاركه مع المجلس الاقليمي ان شاء الله مشكوره في الشخص الرئيس ديالو غريب جواد غريب ومجموعه من الاخوان الاعضاء تما اللي مساهمين في الامر هذا. السي سعيد رجع لهذه المبادره الحميده يعني اللي قمت بها، يعني اقمت يعني انشطه خاصه بالتكريم، التكريم الفعاليات اللي تحدثنا عليهم. درنا واحد التكريم ديال الاستاذ سماح الطالبي فاعل الجمعوي والمعروف السياسي بجامعه السلامه واللاعب السابق كيف حسين يحيى الله، اللي شاركوا فيه مجموعه ديال الفرق منها المنتخب الوطني ديال السبعين في شخص سعيد غاندي وأحمد حميدوش، كذلك الأخ ديالنا السي نور الدين بوحيا والإنهاج داري يذكروا بخير، مجموعة من الإخوان ديال مدينة القنيطرة ومجموعة من الفاعلين السياسيين والرياضيين اللي حضرت المنتخب الوطني ديال 86 كذلك اللي حضروا فيه بعض الأصدقاء، كذلك لاعبين ديال كيف حسين يحيى الغرب وديال نادي القنيطرة السابقين دعدي ومجاورة والأصدقاء كاملين اللي جاو حضروا معنا في التكريم هذا. الماصل المغرب الفاسي بحسن الرفاعية بنقاد اللاعبين القدام ديال المغرب الفاسي، هذه اللي كنا درناها في السنة الماضية في 31 مارس من السنة الماضية، اللي كان واحد التكريم في المستوى ديال سيدي محمد الطالبي اللي دوز واحد المشوار كبير في الرياضة والسياسة. كذلك درنا واحد اليوم ديال الفاعل الجمعوي بجامعة بومنصور شهر جوج ديال السنة الماضية كذلك، اللي حضر فيه 350 جمعية من المغرب كامل، يعني كان واحد أول مرة اللي كتحضر ليه هذه الجمعيات بهذه الكثافة هذه في جامعة اللي هي جامعة نائية كجامعة بومنصور، والمشاركة اللي كانت كبيرة من جمعيات على المغرب كامل اللي جاو الناس من العيون من بوشدور من الصحراء كاملة ومن عدة مدن في المغرب. كان اول يعني السنه الاولى ديال العمل الجمعوي اللي كنتسنى ان شاء الله الدوره الثانيه اللي غادي يكون مشاركه من مجموعه من الجامعات والجمعيات في الاقليم ان شاء الله. سي سعيد اللي ضبط في الختام. الختام كنتمنى ان شاء الله الناس في مدينه القنيطره بالخصوص انهم يتفهموا بان النقل المدرسي هو واحد الحاجه اللي هي حاجه ماسه لها التلاميذ ديال خصوصا المناطق النائية بالقرى، خاصنا نساهموا فيها جميع، وكذلك نساهموا على الحفاظ ديال النادية اللي هي واحد الحاجة أساسية، وحتى أننا نسهل على النقل ديال وليداتنا والتنقل تاع وليداتنا. تمشي اربع مرات تسكن في حميديه كوليج عمر خيام. شكرا. طبعا الحال بالنسبه للشهاده ديالي في حق الاخ سعيد حمو كون يعني كصديق كيتمنوا حنايا او القرب كذلك من هذا السيد هذا، هو انسان خلوق كيتمنوا حنايا، انسان اللي فعلا كيتمنى اي واحد انه باش يكون صديق ديالو، هذا من جهه ربما تبقى الحكم ديالي وتبقى الراي ديالو، الراي لا يعبر في الاصل الا عن صاحبه، هذا من جهه. من قبيل كذلك المبادرات اللي كيشتغل عليها كابن من ابناء الجاليه المغربيه في المهجر، اللي من خلالها كذلك يقوم بعمليه استقطاب النقل المدرسي لفائده التلاميذ عن طريق الشراكات اللي كتعقد كذلك مع الجامعات ومع المؤسسات الترابيه، فهذا الشيء كذلك يحسب له. علاش؟ لانه كنقدروا نقولوا بانه كيقلص من النسبه كذلك ديال الهدر المدرسي، كيشجع كذلك الاباء والامهات على امكانيه يعني التمدرس او مثلا يعني تكوين ابناء ديالهم،
ثانيا حنا اللي كنبغي نقول اللي كنتمنى من هذه الجماعات الترابيه وكل المؤسسات اللي كتعنى كذلك القضيه مثلا تاع الطفل القضيه كذلك ديال التعليم هو انه باش يقدموا ما امكن ديال المساعده لهذ الاخير كون انه كيساهم بطريقه او باخرى في التنميه ديال الطفل كذلك والتنميه كذلك ديال الجماعات من قبيل هذه المشاريع اللي هو كذلك نشكر عليها وتحيه لكم يعني كموقع محترم. محمد الشيكر امين المال لجميع القيادات التنميه والتضامن والنقل الدراسي دار العسكري. بالنسبه نتكلم على الاخ سعيد حمو علال. سعيد حمو علال يعني غني على التعليم، ما نقولوش على الصعيد الاقليم ولا لا، على الصعيد الوطني. واخ سعيد حمو علال يمكن بالنسبه لينا حنا اول لقاء معاه هو ان كاين في اطار ديال المبادره التنميه البشريه كانت جماعه الدار العسلوجي اول من درنا اقتناء ديال حافله ديال النقل المدرسي بدار العسلوجي كان هو سعيد حمو علال اللي صراحه الحافله اللي اقتناها سعيد حمو علال مازال لحد الان يعني صالحه و بالنسبة يعني الصيانة ديال يعني الحالة الميكانيكية ديالها مازال لحد الآن يعني على أحسن ما يرام. والأخ سعيد حمو علال يعني قام بجميع بعدة مبادرات وبعدة أنشطة على الصعيد دائرة بهد اللي تتكون من جماعة دار العسلوجي وجماعة الحوافات وجماعة الرميلة وبلدية دار قداري، وقام يعني بمساعدة جميع الجمعيات على الصعيد الدائرة من ضمنهم جمعية رهانة التنمية والتضامن النقل المدرسي، جمعية ديال الرميلة، جمعية سيدي كامل، كاينة جماعة بن منصور اللي ربما الإخوان ديال جماعة بن منصور غيتكلموا على سعيد ربما أكثر مني أنا. كاين واحد الحاجة أخرى، أنا كنموت على واحد الفرقة سميتها النادي القنيطري، فريق اللي شنو نقول لك كبرنا معاه وعشنا معاه الحياة ديالنا و يعني راه من تنهضر على نادي قنيطري الحمد ديالي تيوقف، الحمد ديالي تيبوش نادي قنيطري اللي كنتمناو على أن الناس يتفهموا بأن الفريق هذا راه كيمثل مدينة القنيطرة، ما كيمثل حتى شي شخص اللي شخص واحد في الشخصية ديالو، وإنما كيمثل مجموعة تاع الأشخاص اللي كيسكنوا في مدينة القنيطرة وخارج مدينة القنيطرة والغرب بصفة عامة، وكنتمناو على أن هذا الفريق هذا يتحقق له حلم الصعود وحتى يفرحوا جميع القنيطريين والربويين. كنت من الله ان الفريق هذا يعود السكه ديالو الصحيحه وينتج لنا لاعبين كما كان بحال بوساتيد والحياوي مجموعه طويله وكبيره بزاف، النجوم اللي دازوا من المنتخب الوطني على ليبوك اللي كانوا في الكاك هي المنتخب الوطني. كنت من ان غنبقي ان شاء الله الناس المسؤولين المدينة تفهموا الوضع، ما بقيناش قادرين نصبروا، نزيدوا على نزيدوا نصبروا بزاف على الكارت بهذا الشكل اللي قاعدين فيه. وشكرا.